فكره مرشوشه دواخل برضو. يا وليه اللي شبه سلطعون البحر، اقسم بالله فوق من اللي انا فيه هنزل شبشبي فوق دماغك. ده انا هضربك على سلطعون قفاكي وسلطعك على عينيكي وعينيكي. بس يا حبيبتي انت وهي كفايه خناق. بس خلاص. ايه مفيش اي احترام لوجودي؟ نعم. اهدي بس بعد اذنك يعني عشان اعصابك. وانت يا نانا مش كده، انت عارفه انا لما ازعل زعلي وحش قوي. اهدي كده واسير الشر وقولي يا شر اشطر يا حبيبتي. عن اذنكم يا جماعه. طب انا قوي انا حواليك اللي اشطر على اصوله، عارف اللي اشطر الكبير؟ معلش ما قالها برضه اسير الشر. معلش يا حبيبتي ما تزعليش، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش عايزه نار الغيره تاكل في انسانيتك. روحي عالجيها، روحي عشان يعرف اللي انت احسن منها. يلا ادي واجبك يا دكتوره. والنبي شكلها تعبان بجد، ينوبك فيها ثواب دي قد بنتك. نعم. خلاص خلاص شكلها بيتصلبط ولا تعبانه ولا حاجه. ده عبانات بالظبط، شكلها اصلا تقلت في الشرب. شرب ميه البحر. ايه يا حبيبتي انك هتعملي حمام ولا الواد هينزل؟ البنت لا البنت مش هتنزل، انا عايزه اقتلها. دلوقتي احنا قسمنا الاكل والشرب اللي كان في الطياره بيننا وبين اخواتنا الصينيين بالعدل. نصيبنا هيبقى مع الانسه عتاب وهيبقى مسؤوليتها، هتخزنه في المكان اللي بيناموا فيه الستات. انا متشكره قوي يا حضره الضابط على الثقه دي. بما ان كلنا اسره واحده انا عايزه اطلب منكم حاجه، انكم تدعوا لي اللي انا بادي المسؤوليه واشرفكم. اخيرا الشنط وصلت. معلش يا باشا، هو بس كان في عطل في السير. في ايه يا حوية؟ في السير. في السير. طب سير من هنا قبل ما تعصب. يلا يا جماعه اللي ليه شنطه يجي ياخدها، بس لو سمحت يجيب معاه التيكت علشان نتاكد انها شنطته. احنا عارفين الحركات اللي بتحصل كويس. الحمد لله لقيت شنطتي. المال الحلال ما بيروحش. تعال المال ايه؟ مال حلال ايه؟ ايه الحلال؟ انت عشان لقيتها لون وشك تبقى دي شنطتك؟ ايوه شنطتي. اخرس انت شنطتك نظيفه كده، سيب دي. حاضر يبقى انا اتلخبطت، انا اسف. ايه الديب فريزر؟ اهي شنطتي اهي. يا ابني ما تخليش ازعل منك بقى. دي شنطتي، دي ودي شنطي. شنطك انت هتلاقي ريحتها فسيخ، رينجا، بامبوزيا، حاجة غريبة كده. حط الشنطة. حاضر يبقى دي طارة السعودية، أنا آسف. أنت عارف دي بكام؟ بكام يعني؟ حوالي 7000 8000 جنيه استرليني. إيه؟ تحويشة عمرك كله في الشنطة دي؟ لا في دي. مش دي شنطتك يا نانا؟ آه والله يا حبيبي هي فعلا. يا بلدينا لو سمحت يا بلدينا الشنطة والنبي لو سمحت. أنا يا باشا. تعالوا يا محس. بينك. جايب لها شنطة بينك؟ فاكر آخر هدية جبتها لي في عيد جوازنا كانت إيه؟ مخرطة ملوخية. يا ذات المخ الرهابي العصابي يا احمق. عشان الناس ما قامت يا ست المخرطة. لو سمحتوا يا جماعه انا عندي سؤال، الشنط بقى الكتير اللي مالهاش صاحب دي هنعمل ايه فيها؟ لا مؤاخذه هنسيبها لحد لما يبان لها صاحب. ونسيبها ليه؟ مش ممكن يكون فيها اكل ولا شرب ولا صن بلوك ولا تانينج اويل؟ يا جماعه انا ميس ايجيبت بشرتي باظت. بالمنطق كده يا ميس ايجيبت، لو كان الشنط فيها زيت كانت هتلاقي الشنطه مزيته. يا جماعه احنا ممكن نلاقي في الشنط دي حد ينقذنا. حد ينقذنا جوه الشنطه؟ طب ما انقذ نفسه ليه وخرج من الشنطه؟ ما يمكن السوسته زنقه عليه ولا حاجه. بس حضره الضابط عنده حق، الشنط دي مش هنقرب لها لحد ما يبان لها صاحب. خلاص الكلمه اتقالت. لما يبقى يبان لها صاحب بقى. ايه يا استاذ اللي هتعمله ده؟ فاكر ان انت على عادة بس يا همج واكون شويه ضرب نار، انت فوق في العيد. اسمعوا النهايه بقى، الشنط دي هتفضل مقفولة زي ما هي وهنسلمها لأصحابها حتى لو على جثثنا. اتفضلوا الأكل أهو، بس معلش بقى كل واحد هياكل له لقمة صغيرة عشان الأكل يكفينا لحد ما بإذن الله حد يجي يغيثنا. يا أستاذ اتفضل. متشكر يا أنسة عتاب، أنا مش جعان. يبقى الأكل بتاعنا مش عاجبك، أنت بخيل ولا إيه؟ لا مش القصد، بس أنا شايف في القعدة يعني في رضع وكتع وسذج
وعجائز بتتدفع حول دار المدفأة، دول ما يستحملوش، أنا استحمل. أقولك خليني في الآخر، والأخير ربه كريم. ربنا يكرمك ويطعمك ما يحرمك، يا ريت كل الناس زيك كده هون أنوع وراضي. اتفضل. ايه دي سبريني؟ انا ما عنديش صداع، انا عايز اكل، ما تفقش لي بطين وشويه فشيخ ومفتقي. الله يستركم، ارضوا بقليلكم، احنا في مصيبه. انا فقش له بطين. ايه اتفضلي يا دكتور. بس انا مفروض اخد نصيب اتنين، انا تو ان وان. طيب بصي، لو اتبقى حاجه هبقى اجيبها لك. وعد وعد. طيب بس ما تقوليش لحد. لا سرك في بير. اتفضل يا عريس. عريس ايه؟ ده انا لو عرسه مش هتديني كده. انت لازم تتغذى، خد حته كمان. انت زودتي ولا نقصتي؟ يا استاذ عربي، انت مش هتنادي هاني مراتك تاخد نصيبها؟ خلي بالك النهارده اصيبت بحاله هستيريه، جالها صرع شحاري تنبثاوي ثنائي القطبين، وكانت هتاكلنا كلنا بما فينا دحروج. ازاي؟ ده انا مطعمها ضد الشحاري والبلهارسيا، وبعدين مراتي من ثنائي القطبين، مراتي ثلاثي الابعاد. انا عالم برضه وقفشتك. خدي هنا. هاتي هاتي مناب هانم، وانا يعني احاول اكبره لها، الف لفه هدايا ولا هتصرف منها. اتفضل. اتفضل يا استاذ. انا ادي نصيبي للمدام يبقى كاني اكلت بالظبط. والنبي انت اصيل. لا 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 مش دي. دي. خد انت اديها. اشيلها بقى وناكلها لوحدي. اتفضلي يا عصفوره. طب مفيش خس او تشيري توميتو؟ ايه؟ تشيري توميتو. لا فيه شيري عادل، اغرف لك. طب خلاص ماشي ماشي هاكل كده. اظبطي كده هو. اتفضل يا استاذ. ثانك يو ثانك يو. ايه يا بنتي ده؟ ايه اللي جايباه ده؟ انا فيرست كلاس يعني الدرجة أولى، ده أكل ايكونومي، وأنا طالب في المنيو الأبريتيف سيمون فيمي وجريل سالمون. ايه ده؟ معلش يا ام شريف، ما لقيتش طماطم فقالت تعمل لحضرتك بانيه. هو احنا لاقيين ناكل؟ ام شريف ايه ام شريف؟ طيب ما انت كده هتقلي ادبك عليا، ارفدك من الشركه. انا بقول لك اهو بحذرك. مش اما نرجع الاول يا استاذه؟ وضع لله. 5 4 3 2 1 نار 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 نار. ساندويتشي المفضل اومليت سبانيولي، يا ريت بقى تجيبي لي واحد شامبين سائع. احنا ما عندناش صابون نستحمى، مش هعرف اجيب لك شامبوهين. ها الراجل الساحر ده. اتفضل يا باسم باشا. شكرا يا عتاب، انا مش عايز اكل، بس عايز اقول كلمه للناس اللي معانا. يا جماعه علشان نعدي من المحنه اللي احنا فيها دي لازم نستخدم خيالنا، خيالنا بس هو اللي هينقذنا. الاخ محصل اللي نفسه في فسيخ او برطمان مفتقه، امسك حته الفراخ وتخيلها برطمان مفتقه. انت يا عربي عريس ونفسك في اكل عرايس، كل حته الفراخ وتخيلها بوس حمام. الاخت العصفوره اللي نفسها في شر عادل، كل حته الفرخ كليها، تخيليها شر عادل، تخيليها وفاء عامر، انت وخيالك. الاستاذ ايمن نفسك بس بس يا بابا بس. على فكره لسه ما قلتش كل الناس. شوف عشان طيبه قلبك دي ربك الكريم خلالك اكبر حته. اتفضل. ايه ده يا عنايا؟ ده اعتبرها مزه مز بيا. انت لسه واقفه هنا؟ امشي غوري يا دي، اكل اكله بدل ما اكل دماغي. يلا انت هتخبيض ولا ايه؟ لا بقول لك انا ما عنديش غير الجزمه دي، انا نسلها على الشرشمه اللي على الدار. يا مخلوق يا مخلوق يا مخلوق. C E O S C E O S.
سان سي اي او. بتعملوا ايه؟ تلعبوا صباح الخير يا سين؟ ردوا عليها يا جماعه، قولوا لها صباح النور يا استاذ عتاب. صباح الخير يا سين ايه بس اللي بنلعبها؟ بنعمل تمرينات علشان نحرق الاكل اللي بناكله ونحافظ على لياقتنا البدنيه، احماءات يعني. طب وانت تتحمق ليه على الصبح؟ ما تصبح كده هو متابعه ربنا. احماءات يبقى بتحمق؟ يعني لو قلت لك انا بعمل استرتشات ابقى بلبس استرتش؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بخرف. هو الصراحه ما فيش اختلاف انا معاك، يعني الرياضه دي حاجه مفيده، بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. انت يا بنتي مش فاكره حاجه في حياتك غير كتاب القراءه بتاع خمسه ابتدائي؟ طب الهي اللي فيا يجي فيك. تعالى بقى عشان نصحي الجماعه عشان يفطر. ايه ده هنفطر بدري كده؟ احنا لسه واكلين امبارح بالليل، خليها بكره. لا بقول لك ايه، انا تعبانه معاكم، ده انا طالعه من على الشجره ونازله من على الشجره وراح الغابه وجايه من الغابه لحد ما ظهري اتقطع. ما تقوم تكلمني على حيلك كده، اقف على حيلك كلمني. عايزه ايه يا بنت؟ عايزه ايه؟ نعم اؤمري. عايزين ناكل. هتفطرينا ايه؟ مكرونه بشاميل ومحشي كرنب ومسقف.